الجميع المسلحة. في تعز اجتمعت اللجنة الأمنية لتقر تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الأمنية التي شهدتها أحياء عدة في المدينة، وتسليم قلعة القاهرة والأمن السياسي لعمليات محور تعز. الاجتماع الذي ترأسه قائد محور تعز اللواء روكن خالد فاضل وعدد من قادة الألويات العسكرية، أقر أيضا استدعاء قادة المجاميع المسلحة واستبدال مسميات الفصائل بتسميات جديدة وفقا للألوية العسكرية. كما أقر الاجتماع تسليم نقطة الهنجر للواء 17 مشاة والحملة الأمنية، مكلفا السلطة المحلية في المحافظة بترتيب الإيرادات وتنسيق صرفها للحملة الأمنية. تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع التي تحاول السيطرة على المدينة. كانت قد شهدت قبل أيام عديدة سابقة مواجهات مسلحة بين فصائل مختلفة في المقاومة بعد نشوب خلافات بينها. وبينما كان عدد كبير من أفراد المقاومة مشغولين بصد محاولات تسلل للمدينة من قبل الميليشيا، كان إخوانهم بنفس الخندق مشغولين أيضا بالقتال، لكن ليس للمدينة بل داخلها. إذن تحدي جديد يبرز أمام الحكومة الشرعية لمحاولة كبح المجاميع المسلحة وتوحيدها تحت هدف واحد، وهو تحرير مدينة تعز. فهل ستنجح جهود الحكومة في السيطرة على الوضع هناك؟ أم أن الأحداث في طريقها للتصعيد خلال